استمرار الاضطرابات الجوية على بعض المناطق من المملكة وتجدد للأمطار الرعدية على حائل وبعض المناطق أيضا وانخفاض على الحرارة في المناطق الشمالية وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. تأثر المناطق الشمالية وصولاً إلى منطقة حائل بكتلة هوائية معتدلة تؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة، لتكون الأجواء باردة في المناطق الشمالية وتبقى الأجواء دافئة في المناطق الوسطى من المملكة بمشيئة الله. وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية الباردة لدينا في مركز طقس العرب، نجد أن هنالك فرص لتجدد السحب الركامية تحديداً في المناطق وهي شرق المدينة المنورة، تصل هذه السحب إلى حائل وأيضا إلى محافظة رفحاء، وتصل أيضا إلى حفر الباطن مع نهار يوم الثلاثاء بمشيئة الله. في هذه الليلة في العاصمة الرياض أجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 21 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 18 كيلومتر في الساعة. وفي ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض تتراوح درجات الحرارة نهارا ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية، وتبقى درجات الحرارة الليلية عند 21 درجة مئوية في ثلاثة الأيام القادمة في العاصمة الرياض. ومن العاصمة الرياض إلى باقي مناطق المملكة ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد: في سكاكا 24 إلى 15، في عرعر 22 إلى 13، في تبوك 25 إلى 13 درجة مئوية في ساعات المساء، مكة المكرمة 36 إلى 24، فرص لزخات أمطار رعدية في المدينة المنورة 33 إلى 22، في جدة 33 إلى 24، وفي الطائف 27 إلى 18 درجة مئوية في ساعات المساء. في أبها أيضا فرص لزخات أمطار رعدية 24 إلى 15، في الباحة 24 إلى 17، وفي جازان من 29 إلى 26 درجة مئوية في ساعات المساء. أجواء حارة في الدمام 35 إلى 22، في الإحساء أجواء مشمسة 36 إلى 21، فرص لزخات أمطار رعدية 31 إلى 17 في حفر الباطن، وتكون هنالك فرص لأمطار كما ذكرنا سابقا في الرياض 33 إلى 21، في بريدة فرص للأمطار 33 إلى 19، وفي حائل زخات أمطار رعدية بمشيئة الله من 24 إلى 15 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.